إن الإسلام نهى عن الغيرة بدون بينة. الغيرة بدون بينة يعني إن أنت تاخد موقف وأنت مش متأكد، إن أنت مثلا تؤذي زوجتك وكذا مجرد إنك شاكك فيها. لا، شاكك فيها دي ما عندناش في الإسلام. يا إما أنت متيقن إن هي أخطأت، يا لا ما تيقنتش مالكش الحق إنك يعني تؤذيها أو تعاملها بصورة سيئة. مالكش الحق إنك تقعد من الغيرة دي تحرك إنك تقعد تتتبعها. أنت يبقى لدرجة بقى إنك عمال تدورها على الغلطة، عمال تلف وراها وتسأل وراها وكذا وكذا. لا، الإسلام أمرنا بالغيرة في دليل، يكون في دليل يبقى أنا غار على دين الله تعالى، على أعراض المسلمين لازم يكون في دليل. إنما بعض الناس يعني زي ما بيقولوا مصر كده بيزهق مراته من الغيرة دي، وكلها شكوك، هو شاكك إن هي بتتكلم مع فلان، هو شاكك إن هي خرجت راحت لفلان، هو شاكك هو شاكك هو شاكك، لحد ما الشك ده بيدمر حياته بالكامل. فإذا الإسلام أمرنا عشان نخرج من هذا الأمر إن إحنا نتوثق. إن أنا مثلا لما أقرأ مثلا خبر على الإنترنت مثلا حصل كذا في البلد الفلانية، أتوثق الأول الكلام ده حصل ولا ما حصلش. حصل ساعتها لازم يبقى عندك غيرة وتثور، وبقى ده بقى طبع جواك بقى، انت مش بتحاول انت دلوقتي تتصنع انك غاضب، لا، يبقى هو ده الطبيعي عندك. الامر الثاني، الاسلام حذرك من اساءة التصرف والتقدير. بمعنى ان انت ما تديش موقف اكتر من حجمه. يعني مثلا زوجتك مثلا اخطأت خطأ بسيط، مش عشان غيرتك عالية ان انت تعاقبها عقاب كبير جدا، لا، يبقى يدوب على قد الذنب اللي هي ارتكبته. فيبقى دايما عندك احسان للتصرف واحسان للتقدير، وما تديش اي موقف اكبر من حجمه. الموقف ده يستاهل كذا فقط تديهوله، وده يستاهل كذا ده يديهوله، وهكذا. يبقى اذا الاسلام امرنا بالامور الثلاثه دي، ان انا اتتبع، ان انا اولا اتوثق، ثانيا ان انا ما اتتبعش الاخطاء لاهل بيتي او جيراني او كذا، الامر الثالث ان انا احسن التقدير واحسن التصرف.